أشاد مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم الجبوري بجهود الملاكات الصحية والإدارية في مستشفى سامراء العامة، نافياً ما يروج له البعض من وجود مشاكل في المستشفى ومنها نقص الأكسجين لمصابي كورونا، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية لمنع تفشي الوباء. اليوم احنا في مستشفى سامراء برفقة الأخوة من الكادر الطبي والكادر التمريض المتواجدين في ردهة العزل. طبعا زيارتنا يعني هي زيارة دورية، بالإضافة إلى أنه لوضع سامراء الخاص وهو ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا. اليوم ردهة العزل يعني تحتوي على 36 مصاب، خمسة من عندهم حالتهم حرجة، المتبقين هم يأخذون علاج والكوادرنا الطبية تقوم بزيارتهم وفحصهم بصورة مستمرة. يعني يتداول الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضائيات بأن يعني هناك نداءات استغاثة لإنقاذ مستشفى سامراء. بالعكس، اليوم الأخوان ويانا والأخ معاون المدير والأخوة مسؤولين الردها والأطباء والطبيبات الموجودين والمضمدين وكل الكوادر الموجودة، يعني وضع المستشفى يعتبر جيد، ما بها نقوصات المستشفى. موضوع الأكسجين كانت هناك مشاكل في موضوع الأكسجين، موضوع الأكسجين يعني وجدنا له حل احنا كدائرة الصحة صلاح الدين، وراح يتم تجهيز المستشفى من معمل أكسجين تكريت، بالإضافة إلى أنه المستلزمات الطبية موجودة. طبعا يعني احنا مشكورين يعني من يمتلك الروح الوطنية ويدفع باتجاه التبرعات، احنا كإدارة نشكره ونشكر يعني موقفه، لكن احنا كدائرة الصحة لدينا الإمكانيات على توفير هذه المستلزمات. ندعو أهلنا من خلالكم في قضاء سامراء بالالتزام بطرق السلامة وطرق منع تناقل العدوى.